الداخلية ومنسوبوها معنيون بحفظ أمنك وحقك وممتلكاتك. هذا أمر بديهي ومتعارف عليه، لكن الأمر في السعودية قد يختلف قليلاً، حيث تسهل الوزارة خدماتها للمواطنين والمقيمين وتقدمها بالمجان لهم، بل وتقوم بإيصال هذه الوثائق إلى منازلهم. مشاهدينا، إننا نتحدث عن منصة أبشر التي تخدم الأفراد والأعمال والحكومة، فأهلاً بكم. توفر الداخلية السعودية نحو 15 مليار ريال سنوياً من ميزانيتها نتيجة إطلاق 280 خدمة إلكترونية تشمل الجوازات، المرور، الأحوال المدنية، إدارة شؤون الوافدين وإقامتهم، وكذلك إدارة السجون. هذه الخدمات متوفرة عبر تطبيقها في أندرويد وأبل المعروف بأبشر، أو عن طريق المنصة الحكومية التي توفر ذات الخصائص. الخدمات كما ذكرنا مجانية، إلا أن الاستحقاق مرهون بعدة شروط، منها تسجيل هوية سارية ومعتمدة، إثبات بصمة الإصبع، وتسجيل رقم سعودي ساري وشخصي. أما آلية التسجيل فبكل سهولة تتم عبر أحد الأجهزة الذكية الشبيهة بالصراف الآلي والموزعة في الأماكن العامة والحيوية. هذه الخدمات تخيل لو كانت بوضعها السابق، كان على الفرد أن يركب سيارته ويذهب ويبحث عن موقف، ثم يأخذ يعني سيرة طويل في مكاتب مقدمي الخدمات، يعبي استمارات، يدفع يمكن مقابل لأشياء كثيرة، سواء كانت أوراق أو مستندات أو تصوير أو غيره، ثم قد يرجع في بسبب خلل معين أو نقص وثيقة معينة من يوم غد من أجل أن يكملها. الآن خلال ثواني أو دقائق يكمل هذه العملية. 280 خدمة، وسيتبعها إن شاء الله خدمات كثيرة. سنصل في يوم من الأيام بإذن الله أن الذهاب إلى مكاتب الحكومية هو الاستثناء، يعني الأصل أنك تحصل على الخدمة من حيث شئت. ماذا ينتظرنا في المستقبل القريب؟ ميدانياً تمتلك الداخلية السعودية قدرات ضخمة ساعدتها على خفض مستوى الجريمة وتسريع الإجراءات واستدراك المخاطر وتتبع الشبهات عبر تزويد طواقمها بأحدث وسائل التكنولوجيا، وتنوي الداخلية أيضاً رفع سقف التحدي بإدخال الذكاء الاصطناعي لاستباق الكوارث ومباشرتها دون أي تدخل بشري. ميدانياً في تقنيات كثيرة جداً تدعم رجال الأمن في الميدان، على رأسها كاميرات التصوير المختلفة بجميع أنواعها الذكية والعادية والسي سي تي في وغيرها، الدرونز، منصات الربط الأشياء سواء كانت سيارات أو كانت كاميرات أو أجهزة إنذار أو حريق تخدم قطاع السلامة والدفاع المدني، كل هذه في يوم من الأيام بإذن الله سنجد أنها تدير نفسها بنفسها ولا تحتاج أن شخص يبلغ غرفة العمليات، بل الأنظمة نفسها ستبلغ غرفة العمليات وستأخذ غرفة العمليات الإجراء الصحيح، وستذهب الفرق الميدانية إلى المكان اللي تباشر فيه العملية دون أن يعلم يمكن الإنسان أو قبل أن يعلم الإنسان. أما في مجال السمات الحيوية فقد اعتدنا على استخدام بصمتي الإصبع والعين، إلا أن التوجه المستقبلي مهتم بإضافة بصمتي الصوت والسلوك المعتمدتين على تقنية البلوك تشين، وتطوير أي هوية محلية لهوية دولية موحدة معتمدة عالمياً. الدول تحتاج أيضاً إلى أن تتوثق من مواطني بعضهم البعض، فالتقنيات الجديدة الآن تسمح بتبادل الهويات والرجوع إلى مصدرها في كل بلد. ومن التقنيات الواعدة جدا في موضوع التحقق من الهويات على المستوى الدولي تقنية البلوكتشين. البلوكتشين قد تكون هي أحد الخيارات المثلى في إيجاد هوية دولية لا تتحكم فيها أي دولة، لأن كل دولة تريد أن تكون لها سيادة على هويات مواطنيها. فعلى المستوى الدولي لا يوجد جهة ممكن تتفق عليها كل هذه الدول أن تكون هي مصدر رجوع الهوية، ولذلك تأتي البلوكتشين كحل. محاولات تخريب وتعطيل وتشويه مستمرة يتعرض لها تطبيق أبشر، تعددت الأسباب والفشل واحد،
حيث يتم على مدار الساعة صد كل تلك الهجمات بشكل استباقي واكتشاف الثغرات وإغلاقها، لأن الحفاظ على البيانات مطلب رئيسي للمستفيد ولمقدم الخدمة. الهجمات طبعاً تختلف، منها هجمات ذات بعد تجاري، يعني يستهدف سرقة بيانات أو سرقة أنظمة أو ما يسمى بهجمات طلب الفدية، يعني يخترق نظام ويقفل عليك ثم يطلب منك يعني دفع مبالغ مقابل فك هذا الإقفال. وفي هجمات هدفها التخريب، يعني يريد أنه يخرج من بعد هجمته وخدماتك مخربة لا تستطيع أنك تعيدها إلا بعد فترة طويلة. وفي هجمات الهدف منها الحجب، يعني يحجب الخدمة عن العملاء أو يضعف مستواها، وهذه ما تسمى بالـ denial of service. أكثر من 30 مليون نسمة تعيش على أرض السعودية، كل ما ذكر من خدمات في هذه الحلقة يستفيد منه الثلث فقط، أي نحو 18 مليون نسمة تم ربطهم بشبكة النفاذ الموحد، ما يستدعي تكثيف الجهود لتطوير خدمات خاصة بفئات جديدة كالأطفال والمقيمين بشكل متقطع، وأيضاً غيرهم الكثير، كل حسب حاجته، وهو ما وعدت الداخلية بتنفيذه قريباً. هذا كل ما لدي، إلى اللقاء.